أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الأكارم بالخير والمحبة، وسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته في حلقة جديدة من سنة بالخير. هذا البرنامج الذي نشكل فيه حلقة وصل بيننا وبينكم للحالات التي يتم عرضها لكم في برنامج سنة بالخير لتقفوا بجانبهم قدر المستطاع. فهذه الحالات دائما تحلم ودائما تتمنى، ولكن بسبب المرض والوضع الاقتصادي الصعب تتراجع إلى الخلف، فنحن بوجودنا ووجودنا سوف ندفع بهم إلى الأمام. حالة جديدة اليوم مع الطفل محمد البالغ من العمر 8 أعوام، يعاني من تشوه خلقي في القلب وبحاجة للسفر للأردن بأقرب وقت ممكن. لمعرفة تفاصيل أكثر عن الحالة تابعونا. أعزائي المشاهدين، الطفولة رمز من رمز العطاء، رمز من رمز الابتسامة والأمل والوفاء. نحن الآن مع حالة محمد نتعرف أكثر عن مدى معاناته مع المرض. كيف حالك يا والدة محمد؟ الحمد لله. كيف حالكم؟ إيش أموركم؟ كيف الأوضاع؟ الحمد لله على كل حال. محمد من؟ محمد عبد الخالق. طيب محمد حاليا كم عمره؟ 9 سنوات. من آفاق الحياة المختلفة تندمج معاناة الناس مع بعضهم البعض، مشكلة وواقعا مريرا في حياة من أبتليوا بصحتهم، إلا أن الأقدار لا تستمر كما هي، إذ لابد لها أن تتغير مهما كان الزمن ضيقا. اليوم نقف مع محمد الذي يعاني من تشوه خلقي ولا يملك إلا صماما واحدا. محمد من أول ما خلق يعني اكتشفنا وهو مريض، من بعد ما خلق بأسبوع فكان تعب، فاكتشفنا أنه عنده تشوه خلقي في القلب. فبعد فترة يعني رجعنا نعالج في مستشفى الثورة وفي كل مكان، ما حصلنا له ولا أي حاجة. فعملنا له الإيكو هذا، وكلهم يعني استدعوا وعملوا له تقرير أن عمليته في الخارج. محمد طفل 8 عاما من أمانة العاصمة صنعاء، كانت أولى سفرياته إلى الأردن قبل 4 سنوات من أجل إجراء عملية قلب مفتوح. وقتها تحسنت حالته بشكل تدريجي. الحمد لله سلفنا، وأبوه لازم اسمه هذا وقعت له هذا اسمه، وسفرناه إلى الخارج إلى الأردن، سوينا له العملية مبدئيا. فقالوا هو محتاج العملية إلى 3 مراحل، سوينا له العملية الأولى فالحمد لله يعني مشي. يعني كان وضع سيء جدا، أيوة طريحة الفراش، يرضع على الحليب، يعني ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش. فبعد العملية الحمد لله يعني بدأ يتكلم، بدأ يتحرك، بدأ يمشي، بدأ الحمد لله. حتى نافوخه كان مفتوح الحمد لله، تبند النافوخه عنده، رأسه كان مفتوح الحمد لله، يعني تحسن باسمها، بس محتاج إلى عودة. طلبوا مننا أنهم يعني يرجعوا عودة بعد 6 أشهر أو بعد سنة، ما قدرناش مع الأوضاع والهذا ما قدرناش. دلحنا يعني إحنا نشي نرجع بعودة ضروري على أساس يعني وضعه. كان من المفترض عودة محمد للعلاج بعد 6 أشهر إلى عام من بعد موعد العملية لإجراء العملية الثانية، إلا أنه وبسبب الأوضاع المزرية في البلاد لم يستطع العودة، فساءت حالته في السنوات السابقة. كان المفروض يعمل عملية بعد سنة، دلحين أيوة دلحين إحنا متأخرين عليه يعني 3 سنوات علشان الأوضاع. الذي يعني عي باسم هذا جزاه الله خير إن شاء الله أشتي، بس الذي يسوي لها يكفله يسوي لها العملية وباسمه هذا الشيء، بس هدي تعالج ابني حاجة ثانية مش عشان ولا أي حاجة. طيب إيش الأعراض اللي يعاني من محمد؟ الأعراض اللي يعانيها تنفس، أيوة لما يمشي ما يقدر يعني يمشي ما يقدر، التزرق يعني شوف كفه متزرق يعني أيديه، وهذا هذا باسمه هذا الأعراض الذي هو يعاني منها. بس أكثرها أنه يعني لما يطلع لما يمشي هذا الذي هو يتعبها أكثر. أيوة
يدرس الآن ولا لا؟ عاد احنا بدأنا ندرس صف أول. يعني تحس انه يحب الدراسة او دخلته كذا يعني علشان انه يخلص التعليم؟ اولا قلنا يدرس عشان التعليم، ثانيا علشان يقدر يشغل وقته وفي نفس الوقت يعني يكون عنده خلفية في الدراسة وفي هذا. طيب الآن هو على أساس أنه بالمدرسة بياخذ جهد أكثر، هل هذا بيزيده؟ المدرسة المديرة تعاونت معنا، المدرسة تعاونت معنا الحمد لله، يعني متعاونت معه فهمت حالته. أنا أودي ويعني أروح واسمع أنا، فالحمد لله في تعاون يعني. ولما هو يعني متأقلم. كم معك أبناء؟ له الولد ومعي 3 بنات. لك إن شاء الله ويقوم بالسلامة والعافية. يعني كيف الابتسامة الحلوة اللي على وجهه هذا الجميل، ما شاء الله عليه، الله يحمي لك يا رب. اللون الأزرق يطغي على أطراف وملامح محمد، إذ يعاني من صعوبة في التنفس والحركة، ويصاب بنوبات تفقده الوعي وغيرها الكثير، لذا أصبح سفره ضرورة طارئة لعلاجه وإنقاذ حياته. لما يتعب علي وبسمه هذا مرة يكون عنده ضيق تنفس قوي، يعني ما عاد قدرش يتنفس، فما أدري إيش عمل ولا بسمه هذا، فهذا يعني أخس موقف. يعني لما تشوفي ابنش ما تقدرش تعملي له ولا أي حاجة، يعني أبسط الحاجة إن أنا يعني طلعته للسطوح وعلى عشان يعني يقدر أسمه، وعلى طول أسعفته للمستشفى. أيوة عشان الأكسجين، بس يعني ما وقفش وعال لأن أنت يعني ما تقدرش تعملي لابنش ولا أي حاجة، هذا أخص حاجة. وخاصة عندنا الطب مش موجود، يعني بالذات هالعملية اللي يسويها محمد وقد سواها بالأردن هنا مش متوفرة. ما فيش، مش متوفرة ولا حتى الأجهزة هالذي بعد العملية مش متوفرة عندنا في اليمن، في هذا لأنهم مضطرين يسووا العملية في الخارج علشان الأجهزة والإمكانيات. ما فيش في اليمن إمكانيات، حتى الوفودات لما تجي وعرض على عدة وفودات يقولوا حتى إذا سوينا العملية ونجحت ما فيش الإمكانيات الذي بعد العملية، ما فيش في المستشفيات، وهذا الذي يعني أكثر شيء يعني مضطرين للخارج. طيب تقريبا كم تكلف قيمة العملية في الأردن؟ إحنا لما سفرنا قبل 4 سنوات كلفتنا إلى حدود 4 مليون، بس الآن مع الأوضاع والصرف والهذا يعني ما قدرش. يعني بتكون الضعف يمكن، الله أعلم، خاصة ما في سفر من صنعاء، هذاك احنا سفرنا من صنعاء يعني كل من صنعاء وهذا والمعاملة والهذا، بس هذا احنا لهذا الله أعلم. يعني قصدك 4000، يعني عفوا 4 مليون من غير بقية الأشياء ولا كاملة؟ يعني كانت كاملة مع حق الرقود والمستشفى والهذا كاملة. أيوة. بس الآن يعني ما قدرش أحدد لأن الوضع كان مختلف ودحين الوضع مختلف والحمد لله على كل حال. يا محمد، إيش المميزات اللي تميزها فيها ابنك؟ إيش الأشياء اللي تميزه عن غيره من الأطفال؟ يكون هادئ ما شاء الله علي، يعني ركز على الاسم هذا الحمد لله، يعني ما هو يكون ذكي في بعض الأشياء والحمد لله على كل حال. نشي نعرف أكثر إحنا والمشاهدين بالنسبة لله، إيش الأدوية اللي يستخدمها الآن حالياً والإيكو قد سويتي له دائماً تسوي له إيكو ولا يعني عشان تتأكدي على حالته أكثر؟ دائماً أسوي له إيكو كل 6 أشهر على أساس أطمن على حالته، والعلاجات أجيب له حالياً بس الإسبرين الألماني، بس غيره ما يعني ما عاد أجيب له ولا أي أدوية، على أساس إنه هذا استعمله لما نسوي له العملية الثانية بس. لا أجيبها له شكل يومي، يعني على أساس يعرف يمشي. طيب كلمينا كيف تتعاملي معه دائما في البيت، إيش يحتاج له من رعاية، إيش الأشياء اللي تبعدي عنه بشكل كبير، إيش الأشياء اللي تقربي منه بشكل أكبر؟ الأشياء الذي نبعدها عنه يعني الذي تكون مؤثرة على صحته، مثل الدخان، مثل الغبار، مثل الزعل، يعني نحاول بقدر ما نستطيع أن إحنا نراعي الحاجات الذي باسمها هذا، يعني يشتي الحاجات التي هي مطلوبة عنده
رفض رغباته، يعني شي حاجة بس بسيطة، الحاجة التي تزعجه نحاول بقدر ما نستطيع أننا نبعده. تشوفي أنه تقدري تسوي ذي الأشياء؟ إن شاء الله بينها سوي بقدر ما أستطيع، والحمد لله على كل حال. طيب كلمينا على وقت البرد، يعني هو لما يكون في برد هل يأثر عليه، هل يحصل له مضاعفات كثيرة؟ البرد يأثر عليه، يتعب بسرعة ويتعب قوي، ما يقدرش يعني يمشي يستمر هذا ماشي. فبين حاول بقدر ما أستطيع أن أنا ألبس أكثر كمية من الثياب، أن أنا أدفي، أن أنا هذا، وبين عمل يعني بقدر ما أستطيع. طيب لما يتعب وتسوي له الإيكو، هل هذه الأشياء مكلفة هنا باليمن، وخاصة الأشياء الخاصة بالمرض القلب؟ كانت من أول يعني بسعر معقول، أما الآن صارت مضاعفة. لما نسوي الأوكي أصبح مضاعف، لما نشري العلاج أصبح مضاعف، كلها يعني أصبحت مضاعفة. من أول كانت عادي لا بأس بها، بس كل ما بسمه كل ما ضاعفت أكثر، يعني يزيد زيادة. أيوة. طيب هل يسمح لي محمد إنه مثلاً إذا مرض ثاني، مثلاً إنفلونزا أي أمراض ثانية، إنه يستخدم أي أدوية أو لا؟ أكثر الأدوية الأطباء ما يرضوش يجيبوله لأي حاجة، لما يشوفوا حالته ونكلم عن حالته ما يجيبولش أي حاجة ولا أي حاجة. طيب كيف تحسن إذا كان مثلاً في إنفلونزا؟ يجيبوا لي يعني مضاد حيوي بس مش قوي، يعني نسبة ضعيفة، بس الحمد لله يعني لا حتى الآن لما بسمه هذا. أكثر حاجة دي يسوي لي يعني في البيت الجوافة، هذا الحاجة الذي في البيت، يعني أشياء طبيعية الطبيعية بحيث أني ما تأثرش عليه. أيوة. أنا أحس محمد أنه اجتماعي مع الأشخاص، مع من حوله، اجتماعي، يجلس يخرج يشتي، يعني يجلس حتى يجابر الكبار، خاف يعني زي الذي لا يجلس يشتي، يجلس لحاله يخرج يعني يجلس وهذا ويجابر وهذا. الله يشفي إن شاء الله ويعافي يا رب. أنت تحب إن تتكلم مع الناس كثير؟ أيوة. من 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 تحب تجلس أنت وتتكلم تلعب؟ على أختي. على أختي. أختك ليتا. محمد صاحب الابتسامة التي لا تفارقه يشعر بالأمل رغم صعوبة وضعه الصحي، وكونه لا يستطيع ممارسة حياته وأنشطته كغيره من الأطفال، أمنيته أن يكون طبيبا ينقذ حياة المرضى. دكتور. ليش دكتور؟ دكتور كلب حالي. شي تكون دكتور كلب حالي مرة واحدة؟ ليش؟ قوة دكتور. قوة؟ طيب إيش تشي تكون دكتور بالمستقبل؟ تمام. كيفك شاطر بالمدرسة ولا لا؟ شاطر. كيف إيش يدرسونك بالمدرسة؟ ألفباء. ألفباء. وأكتب. تكتب إيش تكتب؟ حروف. حروف. إيش أكثر مادة تعجبك بالمدرسة؟ قرآن، إسلامية، لغة عربية، إيش يعجبك؟ قرآن. كيف سمع لنا آية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي أبن وتب، ما أغنى عنه ماله ما كسب، أصلا لن حمالة الحطب ذات الذهب. حمالة الحطب. الحطب ما شاء الله شطور. طيب من تحب، ماما ولا بابا؟ بابا. ليش؟ بابا أحبها. من الكثير؟ بابا. ماما إيش تزعل؟ أحبها. أحبها. أحب ماما وبابا سواء. أحب بابا وبابا سواء. طيب يا محمد إيش تتمني من فاعلين الخير اللي يشوفون الآن عبر البرنامج؟ ما يقدرش يعمل الأطفال طبيعي، لأن مشيه على قده، حركته على قده ماشي، فلذلك يعني أكثر جلسته في البيت
شريت له ايوه شريت له لعب عندي يلعب في البيت اكثر ما اخليش يخرج لانه مش قد الاطفال يقول لك انا اشتي خروج اشي يلعب مع الجهال ما فيش يقول انا ضابح انا اشتي اخرج ليش ما بنخرج ليش مدري ايش فلما يخرج ويحصل يعني هذا ويرجع يقول خلاص ما ادري يخرج. طيب ايش الكلمات اللي دائما يتكلمها محمد تعتبر مؤثره عليك؟ لما يقول ليش اتعالج لما يقول ليش انا يديها كذا ليش يدي مزرقات هذا ايش تكون رد كيف ترد عليه؟ احيانا ما اقدر ارد عليه واحيانا اقول له عادي طبيعي هكذا مدري ايش يقول انا ليش انا يدي ذاتي مش نفس ذاتكم هذا اكثر حاجه حكا ايش امك ايش تقول لك لما تسالها كذا مدلي مدلي تقول لك اقلا مريض كلنا مريض لنكن مع غيرنا في السراء والضراء ولنحقق احلام طفل يرغب باكمال حياته مع اسرته املا بتحقيق حلم في المستقبل القريب. اعزائي المشاهدين، هذه حالة الطفل محمد وهذه معاناته مع المرض، فهو بحاجة للسفر للخارج بأسرع وقت ممكن لتعود له الابتسامة من جديد أفضل مما رأيناها اليوم. للاتصال والتواصل يرجى الاتصال على هذه الأرقام 7204-03-13 7204-03-13 وسيتم أيضا مشاهدينا الكرام عرض هذه الأرقام أسفل الشاشة لتتواصلوا مع محمد لأنه في أمس الحاجة إليكم. ننتقل للحالة الثانية لكن بعد الفاصل ابقوا معنا.